السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم. عندي قطعة القماش عايزة اعمل الفيونكة بتاعت الفستان. هي الفيونكة كمان عايزة فيديو، دي هي اللي بتشد اي حد ناحية الفستان، هي الفيونكة. والصراحة انا بهملها لان زيكم كده بقول ايه، الفيديو مش او الفيونكة ما تحتاجش ايه للفيديو. معتقدة ان ممكن الناس تكون عارفاها، بس بتفاجئ ان ممكن يعملوا فستان حلو بس نيجي عند الفيونكة ما نلاقيهاش ايه اتعملت حلوة اصلا. خلاص، فلازم برضو نعمل حسابنا فيها. طيب انا ممكن اعمل اتنين دايرة وممكن اعمل دايرة ومربع، الاتنين شغالين مفيش اي مشكلة اهو. ممكن اعملها واحدة مدورة واحدة مربعة. تمام، هنا باخد بقى النص ما باخدهاش كلها اهو، وبقص الدايرة ونص الدايرة دي هنسيبهم لحبيبة تعملهم علشان نبتدي خياطة في الموديل بتاعنا. اول حاجة هاخد الامام علشان اعمل البطانة بتاعته. طيب انا عايزة اقول لكم على حاجة تسهل معاكم الموضوع شوية. يعني ايه تسهل؟ يعني هاخد كل قطعة امام بالكورنيش بتاعها. تمام، كل قطعة امام بالكورنيش بتاعها، يعني هاخد القطعة دي مع القطعة بتاعتها. خلاص احنا عرفنا ازاي نعمل الكسرات والكشكشة والكلام ده كله. طيب لو انا عندي بقى ايه اللي بعد ما عملت الكسرات كلها وظبطتها طلعت حتة قماشة زيادة شيليها. هو ليه انتي محسساني انه هعمل ايه هروح فين؟ خلاص شيليها، مش انا عملت احتياجاتي؟ خلاص انا هعمل ايه بالباقي اهو. وشفنا طريقة الشوكة ازاي نعمل بيها الكشكشة او الكسرات، وطبعا عارفين طريقة الكالونات اتعلمناها برضو، فهنا ايه متاح معاكي كذا حاجة تعملي بيها اهو بالشكل ده كده. افضل قماش للتدريب هو قماش من نهاية السنين. طب لو انا هعمل الفساتين دي، فساتين دي ساتان، القماش اللي هو ايه بيبقى فيه نسبة زي ما حضراتكم شايفين كده انه يكون ناشف شوية عشان يديني شكل الكشكشة، فممكن يكون روزالين المشجر، الكتان ممكن، لكن مش العميشة الناعمة. يعني ما اروحش جايبة يعني قماش فسكوز عشان اعمل فستان بالشكل ده اقول مش منفوش معايا ليه؟ ما هو طبيعي يكون مش منفوش معاكي. لازم اعرف ان في قماشة تنفع للاطفال وتنفع لو انا هعمل لهم سواري، يعني ممكن الركامة تبقى حلوة جدا. قلنا ان القماش ده هو عرض القماش كله اللي هو بيبقى ايه في العادي 140 اهو. وراح مثلا فضل معايا 2 سنتي، حاجات خايبه يعني، حاجات ما تساويش اروح اصل ايه مشكله اهو عشان يبقوا قد بعض. خلاص اهو بس كده تمام، وحتى لو اكتر من كده، بس اهم حاجه تكوني قبل ما تقصي مظبطه، يعني ما تعمليش حته فيها وحته لا. لازم اتاكد ان الموضوع ماشي معايا كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده لازم يكون كده. طيب في حاجه تانية لاحظتها، في لاحظت مثلا ان الخط ده مش مظبوط، في ناس كتير عاملاه لي على الواتساب مش مظبوط. يعني مش مظبوط؟ خياطه طالعه نازله، خياطه باينه، مش عايزه ده. اول هام اتخيلي هل انت تقدري تشيلي الفستان اللي انت عاملاه ده ولا لا. تمام، ده كده الامام. هاخد الامام برضو بالبطانة بتاعته، دي كده البطانة بتاعت الامام اهو. تمام، دي بقى لا كشكشة ولا كسرات ولا اي حاجة اهو، شايفين كده. طيب هعمل الفستان لمناسبة لعميلة لازم يتعمل اوفر وهو قماش، لازم يتعمل اوفر وهو قماش. تمام، بس كده البطانه بتبقى بالشكل ده يا جماعه. وزي ما قلت لكم بنعمل الدانتيل او الكرانيش بتاعه التول بتبقى كده من تحت، هي اللي بتديني الجيبونه اللي بتشوفوها. طيب هعمل البرد نفس القطعه هنا، هركب هقفل هنا الظهر. طبعا الظهر زي ما قلت لكم، لا بصوا يا جماعه
عشان بس ننظمه. هنقفله بس كده اهو، لانه انا ممكن اركب صوصة، ممكن اركب زرار. تمام اهو، بس انا هوريكم الطريقة، وانتوا كده كده اخدتوا فيديو تركيب الصوصة، يعني تقدروا تركبوها بسهولة. هركب بقى فيها البطانة، ده كده الظهر عندي، فانا هركب فيه البطانة. بنفس الطريقة اللي اتعلمناها، ما فيهاش زيادة، لان احنا قصينا بطريقة برضو مظبوطة اهو. وبرضو نفس الحكاية، بركب القطعة التانية بتاعتها كل ده اسمه تجهيز، كل ده انا بجهزه علشان لما اجي اركب تبقى القطعة كلها واضحة معايا. خدي بالك وانت بتقفلي علشان ما تعكسيش القماش اهو، لازم اقفل كده الوش يكون على الوش. كده قفلت وباخد نفس الطريقة بالشكل ده. زي ما عملت في القطعة اللي فاتت بالظبط. اهو زي ما حضراتكم شايفين. تمام؟ طيب. ادي القطعة بتاعتنا بتاعت الامام، وادي البطانة بتاعتها. تمام اهو، بروح واخداها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. طيب بخيط ايه؟ بخيط دوران الرقبة، حتى لو كان مثلث اسمه دوران برضو يا جماعة. خلاص، بس الدوران ده هو اللي انا اهو بخيطه. خدي بالك عشان المثلث ما يعملش كشكشة ويعملش زي كسرة كده مش لطيف اهو. تمام، حد فاكر بقى قلنا اي دوران بعمل فيه ايه عشان يطلع مظبوط؟ تفتيح، زي ما حبيبها كده بالظبط قالت، لازم اعمل التفتيح اهو، تفتيح عشان يرتاح معايا بالشكل ده. واحذر انه ما يجيش ناحيه الخياطه، عشان لو جه ناحيه الخياطه الدنيا تبص اهو بالشكل ده. خلاص، ده كده بالنسبه لي الجزء الخاص بدوران الرقبه او مثلث الرقبة بالشكل ده كده. ده كده الجزء الخاص بالرقبة. طيب في الظهر لما اجي اشوفه اروح شايفاه بالشكل ده، الاقيه بالشكل ده اهو، ده او دي النتيجة اللي انا عايزة احصل عليها. طيب شايفة هنا؟ قلنا لازم يكون اقصر علشان البطانة ما تكونش باينة. تمام، طيب طبعا لازم يكون في اوفر، مفيش اوفر يعني هتعملي تطبيق، لا اتنهالي مفيش مشكلة. هنعمل حاجه لينا، حاجه لحد، حاجه مناسبه، لازم اعمل اوفر، لازم اكوي، لازم اطلع الحاجه في اي بي زي ما بيقولوا كده، زي المحلات بالظبط. امال فايده بقى ادخل كورس واتعلم والتزم بقى ايه؟ انه لازم اطلع حاجه بروفيشنال، اغير طريقتي في الخياطه اهو، شايفين؟ وطبعا مع التزام بلون الخيط. نتابع مع بعض الفيديو اللي بعد ده، وبشكركم جدا جدا، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.